مرحبا من الجيد حقا مقابلتك في البدايه شكرا على حضورك الى صف الرسم للامهات انا سعيده لوجودك معي والحمد لله على السماح بلقائنا اليوم ساقدم لكم مقدمه موجزه وبسيطه عن نفسي واقدم لكم ما هي لوحه الام اسمحوا لي بعرض نفسي اولا اسمي هودان بي وحلمي كان ان اصبح فنانه منذ ان كنت صغيره حاولت الا استسلم لتحقيق حلمي وتمكنت من التخرج من جامعه الفنون وكليه الدراسات العليا في الفنون كان تخصصي هو الرسم وكنت ارسم بشكل اساسي باللوحات الزيتيه بعد التخرج من المدرسه كنت اعمل رسامه من خلال اقامه المعارض باستمرار وفي نفس الوقت أعمل باستمرار كمدرسة فنون هذه سيرتي الذاتية حيث قمت بأنشطة تعليمية في أماكن مختلفة لقد قمت بتوجيه فئات عمرية مختلفة من الصغار من سن الخامس سنوات إلى طلاب المدارس الابتدائية والمراهقين والبالغين أيضا لقد دربت لمدة خمس سنوات في مدرسة للمكفوفين ذهبت إلى تايلاند مع أطفال مكفوفين أيضًا لتعليمهم، كما زرت لبنان مع زوجي وأعضاء فريقي كل شتاء من 2017 إلى 2019 لدعم الأنشطة الفنية المختلفة للأطفال السوريين لقد كان وقتاً ممتعاً بالنسبة لي لتعلم الكثير، حيث بدأت في إنتاج مقاطع فيديو تعليمية للأطفال اللاجئين في عام 2017، والتقيت بهم بالفعل ودعمت تعليمهم. كنت أقوم بالتدريس بهذه الطريقة، وفجأة تلقيت هذا السؤال. حتى لو أحبّ أطفال الفن، فهل يمكنهم الاستمرار بدون دعم والديهم وتشجيعهم ومساعدتهم؟ لذلك فكرت في إدراك أولياء الأمور أولاً لضرورة أهمية التربية الفنية وتعليم الأولاد بعد الكثير من التفكير والصلاة أعددنا فصل رسم للأمهات بدأ رسم الأم لأول مرة في عام 2022 لنساء الأفغانيات المقيمات في تركيا هذه صورة لنساء أفغانيات يتعلمن كان أيضا من الممكن التواجد مع نساء سوريات مقيمات في لبنان عام 2023 هذه صورة لنساء سوريات يتم تعليمهن آمل أن يتعلم المزيد من النساء دروس الفن هذه في أماكن مختلفة ويكتشفن الأحلام والأماني في الله اسمحوا لي أن أشرح الغرض من أكاديمية الأم للرسم أولًا هو التعرف على فعاليات وضرورة الصحة العقلية والعاطفية للأطفال والتعليم الفني لهم، ثانيًا يساعد الآباء على رعاية أطفالهم عاطفيًا، ثالثًا تتمتع النساء المؤهلات كمعلمات بفرصة للعمل. سأخبرك بما أتطلع إليه من خلال هذه الأكاديمية، أولًا يمكن للأمهات تحسين معرفتها من خلال التعليم. ثانيًا، يمكنها تطوير علاقات أوثق مع الأطفال من خلال القيام بأنشطة فنية معًا. ثالثًا، يمكن للأمهات التي تعاني من القلق والاكتئاب والتوتر أن يشفوا عواطفهم. رابعًا، يمكن للوالدين مواصلة أنشطتهم الفنية مع أطفالهم حتى بعد انتهاء الفصل. أخيرا يمكن للأم المؤهلة أن تكون معلمة، أن تعمل كمعلمة. آمل بصدق أن يتم إنجاز كل هذه الأشياء الخمسة في هذا الفصل. بعد ذلك سأتحدث عن الدورة مدتها صف الرسم للأمهات هي خمسة عشر أسبوعًا، موضوع هذا الفصل بأكمله هو التفكير الإبداعي والتعبير، يمكنك تنمية تفكيرك الإبداعي من خلال المواضيع المختلفة، وتعلم كيفية التعبير عن أفكارك وعقلك في اللوحات، بعد ذلك سوف أبلغكم بغياب الفصل، إذا تغيبت أكثر من ثلاثة مرات لا يمكنك التخرج والحصول على الشهادة، لكن مجرد الغياب أكثر من ثلاث مرات لا يعني أنه ليس لديك فرصة، هذا لأنه إذا قمت بتقديم مهمتك في اليوم الذي تغيب فيه، سوف يتم قبول حضورك أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة في متابعة الفصل لأن الفصل يتم أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو التي يتم إنشاءها بلغتك بعد كل فصل دراسي في الأسبوع سأقوم بتحميل فيديو محاضرة إلى مجموعة الواتساب بعد ذلك يمكنك مراجعتها مره اخرى في المنزل وشرحها بسهوله لاطفالك وارشادهم يمكنك ارسال رسوماتك ورسومات اطفالك مع اسمك وشرحها في الدردشه الجماعيه ولا تتردد في طرح الاسئله او الاراء في اي وقت امل الا يصبح هذا الفصل زيا رسميا فصلا من جانب واحد أقوم بتدريسه وأنت تتعلمه أكبر ميزة للفن هي أنه يمكنك التعرف والتواصل من خلال أعمالك الفنية آمل أن تتمكن من التواصل مع بعضكم البعض بطريقة ممتعة ومريحة أثناء نشاطك في الفصل أخيرا اذا كان لديك اي اسئله او توقعات لهذا الفصل فلا تتردد في اخباري ثم اشكرك على الاستماع حتى الان